وسهلا فيكم بتاني حلقة من برنامجنا الجديد عبر تي في تشاريتي وصوت المحبة وتشاريتي تي في على فيسبوك. برنامج مشروع حلم. هيدا البرنامج بلشنا فيه هيداك الأسبوع. انطلاقة هيدا الفكرة كانت من دعوة البابا فرانسيس بالإرشاد الرسولي يلي كتبه للشبيبة المسيح يحيى، وبيشجعنا نحن الشبيب نكون عم نحلم وما نخاف إنه حلمنا يكون كتير كبير. مشان هيك نحن رح نكون عم نكتشف لأي مدى فينا نكون عم نحلم، لأي مدى أحلامنا فيها تكون واقعية. ومثل ما حكينا بالأسبوع الماضي، الأحلام مش وقتها نكون نايمين وحلمنا وشفنا إشياء، إنما الأحلام نحن واعيين. هودي الأحلام يلي عن جد بيغيروا فينا، بيغيروا بواقعنا، بيغيروا بحياتنا وبحقولنا ذاتنا. فاليوم عنوان حلقتنا هو حلم بالتجديد. واليوم مثل كل مرة كنت طرحت أسئلة على السوشيال ميديا تبعي على إنستغرام سير ميريام. سألت سؤالين. أول سؤال رح كون عم بلش جاوب عن شارك معكم الإجابات يلي جاوبتوني إياها. السؤال كان: هل أنا إذا بدي غير شيء شو يلي معقول غيره؟ في كارل جاوب اللي لازم يتغير هو مفهوم حب القوة لقوة الحب. ميشيل أمر، وتحية لكلكم، صار في معرفة كتير حلوة عبر السوشيال ميديا مع كتير أشخاص. ميشيل شاركتنا إنه ممارسة إيماننا نرجع نعيش بذور المسيحية اللي فينا. إن شاء الله يا رب هذا الشيء هيك نرجع ننتقل وعن جد نغير هود القشور يلي أوقات بتخلينا ما نقشع الأساس ونرجع نفوت لعامة. وهذا موضوع أصلاً رح نكون عم نحكي فيه، مش هلأ بس يلا جاي وقته، وإن شاء الله قريباً. في أشخاص بدها تغير المنهج التعليمي، في أشخاص بدها أنه تتغير نظرة الناس من الإيمان وعدم التركيز على الدينونة فقط بل على رحمة الله. وصراحة كتير حبيت هذا الجواب: ذبيحة لم تشأ إنما قلب رحوم. ربنا بده قلب بيعرف شو يعني رحمة. ولا هيدا كان أول سؤال كنت طرحته. سؤال تاني طرحته اليوم كمان على إنستغرام، وحب كتير كون عم شارك بكم جواب لأن شخصيا لمسوني. سؤال اليوم كان بول، والسؤال كان: هل برأيكم تغيير قرار شخصي أو حسب الواقع؟ وكان في عنا كذا احتمال، هو قرار شخصي أو واقع الحياة بيفرض شروطه. ريتا مور شاركتنا بجوابها وبتقول إنه هو في يكون اثنين، وحسب الأوضاع يلي نحنا أو الظروف يلي نحنا منكون عم نعيشها. وبتكمل وبتقول: يعني فينا كتير أوقات نكون عم نتحجج بقصص وما ناخد قرار شخصي لنغير شيء منعوز نغيره. أدي في أوقات عن جد منحط أعذار بمحل مش بمحلة لحتى نكون عم نتحجج ونهرب من واقع معين. ريتا شخصيا بوافق بهيدا بالجواب يلي قلتي لنا يا شاركتينا فيه. تيريزيا أبو نادر، تحية تيريزيا. تيريزيا بتعتقد إنه التغيير قرار شخصي، كل حدا منا بياخده رغم الواقع، لأنه الواقع لازم يوعينا بس ما يأثر باللي نحنا عن جد بدنا إياه. يعني كل حدا بيقدر يغير الطريقة حسب الواقع بس ما لازم يغير للواقع. يعني فهمتوا شو قالت؟ أنا شخصيا فهمت شو قالت. يعني مش الواقع يلي بده يغير قرارنا بالتغيير حتى لو في عنده تأثير معين. رح كون عم شارك بعد إجابتين، رح كون عم بعرفكن على ضيفة كتير مميزة معنا اليوم بحلقتنا. أول إجابة رح كون عم شاركها معكن من ماريبال راعي، بتقول إنه التغيير هو قرار شخصي وهو بنفس الوقت انطلاقا من الظروف يلي منكون عم نعيشها عندها تأثير على القرار يلي عم ناخده، لأنه التغيير ببلش من جوا، وإذا ما حدا بلش يغير ما في شيء رح يتغير 100%. في حدا بده يعمل أول فشخة. وآخر جواب رح كون عم شاركه، وإذا بعد عندكم أجوبة على هود السؤالين أو أجوبة على أسئلة رح نكون عم نطرحها أو الأفكار يلي رح نكون عم نتشاركها على الهواء، أكيد فيكن تكونوا عم تتصلوا فينا بعد شوي. آخر جوابكن بحب كون عم شاركه معكن هو جواب لتريسي. كمان تريسي بتقول إنه التغيير بيجي من الاثنين،
لأنه الحال اللي حولينا إذا كانت روتين أو إذا كان ماشي حالة أو إذا أنا بطلت مرتاحة أو زهقت أو تعودت على الشيء اللي أنا عايشة فيه ببلش فكر أنه أنا مش مبسوطة. فهون ببلش فكرة أنه أنا لازم أخذ قرار، لأنه التغيير ما بيجي إلا منا بمساعدة المحيط تبعنا. سألتني سؤال تريسي، فهمت علي كيف؟ إيه فهمت عليك تريسي. بدي أكون عم بشكر كل الأشخاص يلي عن جد عم يشاركونا بأجوبتهم، بتكونوا عم تغنوا الحلقة بهيدي الطريقة، ولأن في عندكم رأي تقولوه نحن منسمعه بهالبساطة. هلأ رح نكون عم نرحب بضيفتنا جوال ريشا سفير. هاي جوال. هاي. نحن شوية رح تشوفونا معودين على بعض لأنه زملاء. جوال أنت معلمة شيمي بسانت فامي فرانسيز، وحالياً أنت أسيستانت لسيكل السكوندير ولا، وبتشتغلي أكتر بالأكومبانيومان والأورينتاسيون مع التلاميذ. صح. وبنفس الوقت أنت لايف كوتش، وعبتوجهي التوجه تبعك بالكوتشينج هو الكوتشينج فور ذا يوث أكتر. صح. وجوال عندك التزامات كتير كبيرة بالكنيسة، بلشت بالماج الموفمان إكاريستيك ديجان، فتحية لكل الماجيس اللي عم يحضرونا، بعرف انهم كتار. وكمان انت تبعتي فورماسيون طويلة بالإكول دو لافوا. صح، وبعدنا فيها كمان. وبعدك فيها، هذا شيء صراحة بشجع عليه. جوال نحن اليوم حبينا نكون، أو حبيت كون عم بستضيفك اليوم لأنه مؤخرا عشت اختبار بأسيزي من 22 ل 24 أيلول. صح. صح؟ هيدا الاختبار هو تحت The Economy of Francesco. إذا فيك تخبرينا شوي أكتر عن هالاختبار، شو رحت تعملي، كيف تعرفت أصلا على هيدا المشروع، وشو صار هونيك، شوي باختصار ومنفوت شوي شوي بكل التفاصيل. اوكي، بس اقول هذا الايفنت او هذا الشيء كيف عرفنا عنه وليش صار. هو بال 2019 البابا فرانسيس كتب رساله للشبيبه كرمال يدعيهم لهذا اللقاء يلي مفروض كان يكون بال 2020، يدعيهم انه يفكروا اكثر بنظرة جديدة للإيكونومي أو للاقتصاد، لكل شيء. بقى تقول اقتصاد يعني عم بحكي مش بس اقتصاد وفيناس ومصاري، عم بحكي عن الشغل، عم بحكي عن كيف نحن نظرتنا للأمور، كيف منشتغل، إذا منعمل امباكت ما منعمل امباكت، منحط تراس بشغلنا أو لا. وكان مفروض أنه يصير بال 2020، بس بما أنه أجت الكورونا وكوفيد فمنعت أنه يصير في لقاء بأسيزي. بلشت الأشياء هن من بعد ما داعي البابا لهيدا الشيء، تشكلت لجنة من رهبان وراهبات ولايك كمان أشخاص بيشتغلوا علمانية ويحضروا المشروع، وبلشوا ينعمل أشياء أونلاين. صار في ويبينارز وكذا أشخاص يجوا يحكوا عن مشاريع، وصار في كمان ريشيرش أكاديميك، يعني صار في شغل بحوث يعني عن الموضوع. لا حديث ما وصلنا لل 2022 وقرروا أنه يعملوا الإيفنت أنه نشوف بعض وأخيرا نكون بأسيزي. هلأ أنا كيف عرفت عن هيدا الشيء؟ عرفته من وراء سامر جوزي، لأنه كمان كان بلش معهم من قبل، وقال لي انه ليك كمان ما انت بتشاركي بهيدا الشيء. تحيي لسامر بيحضرنا هلا. فقلت له بس انا ماني، يعني انا لاني انتربرنور، لاني بشتغل بالاقتصاد او شيء، بس قريت اكثر عن المشروع، عرفت انه هي منا بس للاشخاص يلي هن عم يدرسوا بيعلموا اقتصاد او هن عندهم شرك او شيء، هن لكل الاشخاص يلي منسميهم تشينج ميكرز، يلي هن عم بيغيروا شيء بالعالم. وبما أنه أنا بشتغل بمجال الإدوكاسيون والكوتشينج، فهول الأشخاص اللي أنا عم بكون معهم، هالجان هالأشخاص، هن رح يصيروا بعدين يمكن رواد الأعمال، وهن رح يصيروا أشخاص عم موظفين أو عم بيوصفوا. فليش أنا ما بشارك بهيدا الشيء؟ لأقدر أنا حط فيهم، أو إذا بتشارك أنه حط فيهم هالمايندسيت أو هالفكرة. فهيك صار، أنا قدمت أنه أنا روح شارك بهالإيفنت ونقبلت أنه روح. بشكر الله. وكان شيء كتير حلو، كانت يعني
ما بعرف قديه بدي اوصفها انه شيء كتير حلو، لانه كان في اشخاص من كتير عالم، يعني من كتير من كل بلدان العالم. وحتى وقتها كنت عم برجع اشوف على على السوشيال ميديا وعلى الويب سايت وعلى الفيسبوك، كمان كان في اشخاص من غير ديانات. صح، يعني ما كان بس لقاء للمسيحيين. صح، كان لكل، لانه بالنهاية نحن مزبوط الباس تبع هيدا اللقاء هو مبني على رسالة البابا أو على روحانية مار فرانسيس، بس هيدا الكلمة هي كلمة حياة وحياة للكل، يعني ولا مرة فرقت بين الاثنين. وقت أنا بدي أجي أعمل، بدي أحكي عن إنسانية وبدي أحكي عن أنا عم بطبع شيء حلو بالمجتمع، هيدا ما منه احتكار للمسيحية بس يعني. فكان في أشخاص من كتير بلدان، من أشخاص عم بيفكروا بنفس الطريقة، أشخاص عم يحلموا بيغيروا بنفس الطريقة، أشخاص من بلدان يمكن عم بتعيش أزمات يمكن مثل ما نحن عم نعيش بلبنان. وده هذا الشيء عم بيخليها بالعكس، مثل ما كنت عم تقولي أنه ظروف الحياة يمكن أوقات بتخلينا أنه ناخد أعذار وما نغير، بالعكس عم بتخليها تطلع وتغير بالمجتمع. فهذا الجو العام كان هونيك. كان في ثلاثة أيام فيهم كذا شغلة، كان في أوقات لقاء للكل سوا، عم يكون أوقات في جروبات ديسكشن جروب، عم نحكي عن كل واحد عن خبرته عن شغله شو بيعمل كيف فينا نطور الأشياء. وأهم شيء أنه كنا مقسمين لهن مسامينهم فيليجز أو جروبات، حاضر رح نحكي عنهم بعد شوي. أوكي. هلأ لا ما بدي سبق عليها دي. بس قلت فكرتين كتير حبيتهم، وأكيد يعني وقت قريت الرسالة يلي وجهها البابا بآخر نهار وإجا قعد معكم، وكان عندك الفرصة أنه تكوني قاعدة متر ونص بعيدة عنه. شو شعورك أنه يطلع من قدامك البابا؟ كان شعور كتير حلو، خاصة أنه مش بس لأن حيال لبابا، لأنه هيدا البابا تحديدا، لأنه شخص كتير بيقوله aligned، يعني شخص شو بيقول بيعمل، و يعني كان كتير كتير شيء مؤثر انه كان معنا، والشي اللي قاله كان كتير بنفس الوقت حلم براسنا بس بنفس الوقت حقيقة على الأرض يعني. في شغلة، في فكرة قريتها برسالة البابا، وكان عم بيقول انه وقتها شبيبة يلتقوا ببعض ويكتشفوا انه عندهم نفس الدعوة، او اذا بدي اقولها شوي تحت شعار البرنامج تبعنا نفس الحلم، ساعتها بيلتقوا، يعني وقت واحد يخبر عن دعوته بيكتشف انه في غير شبيبة كمان عندها هيدي الدعوة، ومع بعض قادرين عن جد يجددوا شيء، يغيروا شيء، يحققوا حلم معين. هيدا الفكرة بلشت تحكي عنها. قديه انت قدرت تلتقي باشخاص هونيك عندهم نفس الفيزيون يلي كان عندك اياها، او نفس التوجه يلي انت عندك اياه وعم تشتغلي فيه بحياتك؟ كتير كان في كتير اشخاص، يعني من الاشخاص اللي قدرت احكيهم قدرنا نكون عم نعمل كونكسيون ديريكت او نحكي اكثر مطولا كتير يعني. وهذا الشيء اللي كان كتير غني، انه تشوفي اشخاص ببلد ما بعرف وين قد ايه بعيد عنك عم بيفكر بنفس الطريقه، اللي هي انه انا بدي اشتغل وبدي عيش وبدي طلع مصاري، بس بنفس الوقت شو إلا معنى إذا أنا ما عم بترك تراس، ما عم بعمل امباكت لشخص أو لا مش بس أشخاص، عم بحكي لكل شيء حوالي، للطبيعة، للأشخاص، إذا أنا ما بدي أعمل هالامباكت شو إلا معنى. فبهيدا المنطلق بتشوفي أنه كل هالأشخاص عم بيفكروا بنفس الطريقة، وهيدا الشيء اللي بيغني، لأنه أنا فيني أفكر فيها واحدة، بس إذا أنا صرت مع 2 و3 و4 و5 قد رح يصير في أفكار زيادة تغني هيدا الشيء، ويطلع أنا أجي من هونيك معباية هيدا الشيء وطبقه بمطرح ما أنا عم بشتغل، أو وسع مطرح ما أنا عم بشتغل وبالمجتمع تبعي. جوار رح أسألك سؤال. نحن عنوان الحلقة اليوم حلم بالتجديد، بالنسبة لإليك شو هو الشيء اللي اليوم عايز أنه يكون عم يتجدد؟ هلا السؤال فيك جواب أو اثنين. في كتير أشياء عايزة أنه تتجدد، بس أنا برأيي كله هون، كله بالبرسبكتيف أو اللي منقوله أنا المايندسيت، يعني أنا شو نظرتي للأشياء. فيني أنا بالأزمة اللي عايشين فيها أنظر للأشياء بطريقة كتير بشعة، وهي بشعة منا حلوة.
فيني افكر بانانيه واقول انه انا بهالشي اللي عم عيشه انا ليش بدي اقعد افكر بغيري، انه خلص كل واحد يستفل بحاله، ليش بدي افكر بالعيش مع الاخر حده، هات لانه خلص انه كل واحد يدبر حاله. برايي انه كتير مهم يتجدد الفكر تبعنا، لان ايام بنفكر انه هذا الشيء صعب او هذا الشيء ما بينعمل او هذا الشيء حلم، يعني عم نقول انه حلم، بس انا برايي انه دائما نحن بنحط الاشياء الحلوه كأنه هي حلم، أنه واو يا ريت بتصير المجتمع كله بيساعد بعضه وبنكون كلنا حد بعض وعائلة حلوة، بس هو بالواقع لازم تكون العكس، لازم يكون النورمال أنه هيك تكون المجتمع، مش العكس، مش الحلم أنه يكون هيك المجتمع. وأنا ما فكر أنه أنا تغير شيء بدي يكون مدري عندي دكتوراه بمدري شو أو أخدى كتير شهادات أو عندي مسافرة مزايرة العالم كله. أنا بمطرح ما أنا بقدر أعمل شغلة صغيرة وهون ببلش التغيير يعني. صحيح اللي عم تقوليه كتير مزبوط، لأنه بكتير لقاءات بعيشها مع الشبيبة وصار هذا شيء عادي عنا بالمجتمع، أنه كل أحلامنا صارت على صعيد كتير كبير لدرجة أنه بلشنا نفقد إيماننا بالأشياء الصغيرة اللي فينا نكون عم نعملها، وعم يبلش التجديد من خلالها. وكتير حبيت فكرة انه نكون عم نغير المايندسيت تبعنا، البرسبكتيف تبعنا. بالنسبة لإليك شو يلي ساعدك بحياتك الشخصية انه تكوني عم تغيري المايندسيت تبعك؟ غيره بقصتك باللي انا عم بعمله بطريقة شغلة يمكن، او لكن هي منه شغلة واحدة، هي باركور، هي خبرات انا عشتها. يعني انا ربيت بعائلة اصلا هيدا المايندسيت منه كتير بعيد عنا، يعني ما ربيت انه انا عيش وحده، ما ربيت انه انا ما اطلع بغيري. وبالباركور تبعي من خلال جماعتي، من خلال كل الموفمون اللي كنت فيهم بالماج بالإيكول دو لافوا، بكل مطرح كان له محطه، كان له خبره، يعني خلاني اوصل انه انا هون مطرحي. أنا إذا ما بعمل، ما بحط شيء من حالي، ما بعمل أمباكت بمطرح ما أنا، ما له معنى اللي عم بعمله. يعني بدي أعطي معنى لكل شيء عم بعمله لكون مبسوطة. هو أوقات كتير منشوف على السوشيال ميديا، خاصة على إنستغرام، نحن عم نعمل سكرولينج منشوف كل الأويرنس يلي بيعملوها، وكل بين هلالي مزدوجين لايف كوتشز او الوانا بي لايف كوتش والشعارات يلي بيكونوا عم يطلقوها وبيعيشونا، رح استعمل هلا كلمه حلم بالمعنى السلبي، بيعيشونا الحلم انه انا بس اقرا حيلا بوست نازل انه خلص انا هيك بدي اعمل مثل يلي بده يبلش رجيم نهار التنين. فقدامهم عن جد هودي الاختبارات الصغيره يلي سميتيهم، استعملت كلمه اختبارات، هودي الاشياء الصغيره يلي منعيشهم. ويمكن وقتها، مش يمكن، وقتها نحن عشيه قبل ما ننام ناخذ وقت لحتى نعيد قراءه الاشياء اللي عشناها خلال النهار، ونبلش نجرب نعمل ديتوكس من الأفكار والنصايح يلي بتجينا من المجتمع أو من غسيل دماغي يلي خاصة عم نعيش فيه هلأ بلبنان. إنه هي كتير حلو إنه اللي عم بس نقرأ شي حلو أو نصيحة أو شي، دايما يمكن هيك بيعلى البوزيتيفيتي عنا. هي الفكرة كتير حلوة. والباب بالوقت اللي إجا على أسيز وحكى بالديسكور تبعه، حكى عن هالنقطة، قال إنه ما تعلقوا بالأفكار، لأنه الفكرة ما ألا معنى إذا ما صارت جسد، تتجسد هالفكرة متى، لأنه الأفكار بتاخدنا لمحل رح تموت بالآخر. يعني إذا نحنا ما خليناها هلأ تصير، يعني إذا هالفكرة اللي أنا شفتها عم بقدر خليها اختبار بحياتي بيعقد، بس إذا بدها تضلها فكرة هيك بنصير عايشين بعالم افتراضي، يعني مش عالم واقع. لا سوء الحظ. جوال، نحن هلأ رح نتوقف مع بريك ومنرجع منفوت بعد أكتر بالاختبار يلي عشتي بأسيزي. أوكي. بريك ومنرجع. منرجع منكمل حلقتنا يلي عنوانها اليوم
حلم بالتجديد مع ضيفتنا جوال ريشة صفير. أهلا وسهلا فيك عن جديد، ولكل الأشخاص يلي عم ينضموا لنا عبر التي في على الراديو أو على فيسبوك أو وين ما بتكون عادي، حتى إذا انقطعت الكهرباء فيكم تفتحوا أكيد ما عم تسمعوني، بس قولوا لرفقاتكم يفتحوا حتى الراديو على السليلير. هلأ رح نكون عم نستقبل كمان اتصالاتكم، إذا حدا حابب بيكون عم بيشاركنا أو عم بيجاوب على واحد من الأسئلة يلي كنا طرحناها. أنا شو بحب كون عم بجدد فيي أو بالعالم، أنتوا نقوا شوفوا شو بدكم تعملوا شو بدكم تجاوبوا، وهل تعتقدوا التغيير هو قرار شخصي أو هو يعني في عنده تأثير انطلاقا من الواقع يلي عم نعيشه بحياتنا. جوال، كنا بلشنا نحكي عن الاختبار يلي عشتيه بأسيزي إيكونومي أو فرانشيسكو، خبرينا أكتر عن الفيليجز يلي كنت بلشت تخبرينا عنهم، خبرينا عن شو هن هودا الفيليجز، شو صار، شو عشتوا، وانت وين رحتي؟ أوكي. هي الفكرة أنه كنا نحن مقسمين مش بطريقة أليتوار، يعني أول ما نتسجل بهيدا الإيفنت منحط نحن وين بدنا نكون. شو هن هول الفيليجز؟ هن جروبس، كل جروب بمتخصص إذا بدك بأفكار معينة لكاتيجوري معينة. مثلا في جروب للمانجمنت والبزنس، في جروب للوومن يعني كل شيء خاصه بالمرأة، في كل شيء خاصه أنفيرونمون طبيعة وبيئة. كنا 12 فيلاج إذا بدنا أو 12 جروب. أنا كنت بالجروب يلي اسمه Work and Care، لأنه أنا بضمن شغلي أو الشيء اللي أنا بعمله هون أكتر شيء أنا بقدر استفيد وفيد. يعني شو عملنا بهول؟ أول شيء قبل ما نروح على أسيزي كنا عم نعمل مثل اجتماعات أونلاين كرمال نبلش نفكر، نبلش نحط حالنا بالأجواء، شو بدنا نحن، على شو بدنا نفكر، وشو بدنا يعني أي هن نقطة الانطلاق تبعنا. وهونيك كان عنا بنهار كامل اجتمعنا بهالجروب وأخذنا سؤالين مهمين وفكرنا فيهم. أول سؤال هو عن شيء اسمه بالإنجليش اسمه in-work poverty، يلي هو أنه نحن عم نعيشه كتير كمان بلبنان، أنه في عالم اللي هن عالم الفقراء يلي هو يمكن ما عنده شغل ما بيشتغل أو شيء، في عالم عنده شغل بس الانكم تبعها او المعاش اللي بتقبضه من هيدا الشغل ما بيقديها لتعيش حياة طبيعية او كريمة. يعني هيدا واقع كتير عم بيزيد بلبنان للأسف كتير، وعم تضطر هيدا يعني نحن الأسئلة اللي كنا عم نطرحها وعم نجرب نجاوب عليها انه هيدا الشيء شو بيأثر على العالم، ونحن شو هن الحلول يلي نحن عم نطرحها، وحلول تكون مش بس أفكار مثل ما كنا عم نقول، حلول تقدر تنعمل على الأرض. وشاركنا أنه هيدا الشيء رح يأثر على العائلة أكيد، لأنه البي اللي عم يشتغل ثلاث شغلات ما رح يفضل عائلته، ما رح يقدر وحاليا الأم والبي أوقات عم يضطروا يشتغلوا، حتى في ولاد عم يضطروا يشتغلوا تحت السن 100% عم بيضطروا يمكن يوقفوا علمهم يمكن. وهلأ في شيء كتير كمان مهم، عم بيضطروا يوقفوا كل شيء خاصه أسيرانس طبابة أسيرانس، يعني هذا الشيء كمان عم بي يعني ما بقى عندهم ولا شيء عم بي يعني متأمن لهم بحياتهم، ما بقى في ضمانات بالرغم من أنه هن عم بيشتغلوا، يعني مش هن قاعدين وناطرين المصاري تجي لعندهم. بس هيدا هو واقع عم نعيشه كتير. ف كنا بهيدا النهار عم نطرح هيدول الحلول، وفي كتير أفكار انطرحت. ونسيت زيت شغلة كمان، أنه مش بس عم نحكي عن الأشخاص يلي يعني بس نحكي عن فقراء، بس نحكي عن أشخاص اطلع فيهم أنا واجملهم بهالمجتمع، مش بس أشخاص فقراء، أشخاص اكسكلو بالمجتمع وأشخاص محطوطين على جنب، إن كان الانديكابي إن كان أشخاص ما عندهم المهمشين يلي ما حدا بيطلع فيهم كل هول الكاتيجوري. وهيدا البابا فرانسيس من أول ما بلش حبريته دايما بيقلنا بدنا نروح على الأطراف، بدنا نروح على البريفيري. جوال، قبل ما نكمل حديثنا بس بدي أكون عم بذكر برقم التليفون يلي فيكم تكونوا عم تتواصلوا فيه معنا، يلي هو 09-6363-44. فيكن تكونوا عم تتصلوا فينا لايف على الهواء، أو فيكن حتى تكونوا عم تبعتوا فويس على الواتساب
يلي هو كمان نفس الرقم 09-633-4-4. جوال كنت عم تحكي عن الفقر، وهيدا واحدة من الثلاث توجهات يلي بالآخر طلعتوا فيها بهذا اللقاء. وأول توجه هو أنه أنا اطلع انظر للعالم بنظرة الفقير وبنظرة الأفقر، وهيدا أكيد جاي من روحانية القديس فرانسيس 100%. هذا اللي قاله الباب فرانسوا بالآخر بثلاث توجهات، أنه أول شيء اطلع مثل ما قلت، يعني أنا انظر بنظرة الفقير بنظرة المهمش، تقدر أنا ما يضل حدا برات هيدا المجتمع، ما يضل حدا برات هيدا يعني أنا بس بدي أخلق عمل، بس بدي أخلق شيء بالمجتمع، ما بدي أعمله شيء مخصص لكاتيجوري معينة، بدي أعمله شامل لكل هيدول الأشخاص بالمجتمع. فنحن طرحنا حلول، كان في كتير أشياء هيك، كتير أفكار، بس اللي هيك بقدر شوي حطهم هيك مهمين. أول شيء يلي خصو باللي أنا عم بشتغله كمان بالعلم، بالتعليم. يعني أنا منقدر كتير نشتغل على بقلب التعليم وبقلب هالمرافقة للجان يلي هن عم يكبروا، إنه هن يكون عندهم هالفكر، يعني هل طالما أنا عم غزي فيهم هيدا الفكر، هن رح يطلعوا رح يبنوا هيدا المجتمع اللي نحن هلأ عم نجرب نلاقي له حلول، إذا بدك نفوت. وحتى مع هيدول الأشخاص اللي هن مش قادرين يأمنوا حالهم، يمكن نعلمهم أشغال جديدة، يقدروا هن يصيروا عندهم شغلهم الخاص. يعني في إشياء كتير كونكريت، كتير ملموسة واقعية، وفي إشياء أفكار يمكن شوي أبعد تقدر تندرس أكتر. يعني في كتير اشياء حتى للاشخاص اللي عندي كابي يلي هن فيها تنخلق او تنحط مع ان كان الكنيسة او مع اشخاص كوتا معينة، انه انا بدي بكل شركة لازم انه انا حط لحالي انا بدي 7% من 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 الموظفين بهالشركة يكونوا اشخاص عندهم عندي كاب، 3% اشخاص، يعني ينحط ارقام ملموسة يعني. ونصير نحن أشخاص كمان، هيدا فكرة مهمة، أشخاص بالمجتمع واعيين لشو عم نعمل، بنقول له هيدا الكونسوماتور الكونسيون، أنه أنا إذا بعرف أنه هاي الشركة منا منيحة بإدارتها ومنا عم تعامل موظفينا منيح، ولا شركة عم تعمل هيدا الأمباكت بالمجتمع الحلو، بس هم أنه توسع وتعمل مصاري وهي أكتر شيء عم تعمله هي أنه تهمش هول الأشخاص، أنا فيني أنقطع عن أنه اشتري يمكن الشيء اللي هي عم تعمله، أو أنقطع عن أنه يعني البرودوي اللي هي عم تعمل ما كون عم شجع هيدا الشيء. وهيدا الشيء قاله البابا بالديسكور كمان، أنه هيدا بده شجاعة وبده أوقات بطولة كمان، أنه في أعطى إكزامبل عن شخص انقبل بأنه عمل هندسة وصار كتير معه شهادة عالية، وفات على انقبل بشركة مهمة كبيرة، بس عرف انه هيدا المعمل، هاي الشركة بتصنع أسلحة، رفض انه يشتغل بهالمحل. يمكن هيدا الشيء صغير، يمكن غيره رح يجي يعمل هيدا السلاح، ولكن عنده هو مبدأ، هو ما بيتخلى عنه 100%. ما عم بيشتغل ليطلع مصاري، انما في المبدأ تبعه هو سابق 100%. رح نكون عم ناخد اتصال. بونسوار كريستوفر. بونسوار، كيفك؟ منيح. قلي كريستوفر، أول شيء بدي سلم عليك سلام خاص، بدي سلم عدم جوال كمان لكم أنه بتعقدوا. بونسوار كريستوفر. بونسوار مدام. أنا حابب جاوب على السؤال اللي كان أنه عن أنه إذا هو قرار شخصي التغيير. صح. أنا بالنسبة إلي أنه إيه قرار شخصي، لانه انه راح اعطي اكزامبل عن حالي، انه حسب مثلا انا بدي اغير مثلا مود حدا شايفه زعلان او انه هيك، يعني شيء كتير بسيط، بيجي انا بقول له كلمه حلوه او انه بخليه يضحك، وهيك بكون مثلا انا اخذت هذا القرار كرمال غير هيك. هيدي هيك فكره كتير سريعه وبسيطه. كريستوفر ميرسي كتير، خاصه الاشخاص يلي عندهم حس النكتة، إن بيكونوا أشخاص عن جد عندهم مش من مكان بيعرف يضحك الآخر. رح أخد اتصال تاني من شربل. بونسوار شربل. بونسوار، يعطيكم العافية. ميرسي، الله يعافيك. صراحة صار شي 5 دقايق عم اسمعكم للسيارة. يا أهلا وسهلا. حاطط سانتور؟
لا وقفت على اليمين. برافو كتير منيح. بدي أطلب منك توطي الراديو شوي صغيرة لحتى نقدر نسمعك أفضل. أوكي. ميرسي. أنا اللي كنت عم بسمعه من حضرتك من كومازال إنه ما بعرف إذا هني عاملين ورشة عمل أو شيء, بس اللي هي عم تحكي اللي سمعته من خمس دقايق لهلا هيدا سمعينه صراحة من قبل. يعني الحلو بالكنيسة خاصة كنيستنا كتير مهمة عندها التيوري وكتير عندها أفكار حلوة, بس تطلع على التطبيق ما في شيء على الأرض. يعني حضرتك اللي أنت عم تحكي بعده تيوري وما في شيء حل فوري وجذري يقدر واحد يحط أصبع أجره. بعدنا شرب القلة. أنت شو رغبة قلبك لحتى يكون في شيء عم يتغير, خاصة أنه حضرتك عم تحكي عن موضوع الكنيسة؟ بدي خبرك شغلة, هي الشغلة التغيير بصير بالنفوس. نهار منشوف أشخاص الديسين بينوجدوا مثل قديس مارشاربل, مثل عم طلع حرديني, مثل أشخاص الصانتي, مثل قصفين نعمة, موجودين برجال الدين اللي عنا الحاليين. أوكي, ساعتها بحس أنه أنا في أمل أنه يلي هني عم بيحكوا بهالتيوري معقول يتطبق. بس نهار اللي بشوف أنه ما فيها الروحانية, همهم الوحيد مثل ما بقولوا الراعي بمال والرعية في مالي, فبقى أنا ما بحس أنه المشكلة هي صارت بالجذور. وهذا شيء لازم نعمله أكثر من سينودوس. ودومازيل اللي عم تحكيه بعتقد تيوري وبيضلوا تيوري, في غيره قبله كمان حكي كتير وما أدى عمل شيء. صح شربل, يلي قلته في عندك وجهة نظر وأكيد هذا اختبارك الشخصي. أنا كتير حبيت اتصالك ومشاركتك الصريحة معنا, بس الموضوع يلي عم تحكيه هو موضوع رح نتطرق له بحلقات قريبا جدا, وإن شاء الله تكون عم تتابعنا لحتى عن جد نبطل بالتيوري ونصير بمشروع بأرض الواقع. برجع بقول لك في كتير أشياء أفكار بالكنيسة وخاصة بالكنيسة المارونية ما تحول للواقع, فبحس أنا ما في أمل بهذا الموضوع. كله حكي ما في تطبيق على الأرض. يلا. وللأسف معنا كمان ابن الرعية, وأنا ماني عم بنتقد, أنا بالنهاية يعني بالعكس من محبتنا طبيعي. منحكي شربل, أنا بدي أكيد. أشكرك على اتصالك. رح ناخد اتصال تاني مع الياس. مصوير الياس, مصوير نقطع الاتصال, رح ناخد اتصال آخر. مصوير بصفار. أهلا وسهلا, كيفك؟ أنا منيحة, حضرتك كيف؟ بس مين معي؟ معك مارك. إيه أهلا مارك, كيفك؟ الحمد لله. بس مارك في عجقة اتصالات شوي صغيرة, فبدي أطلب منك دغري تفوت بالحديث. إيه إنه بدي فرح غير, بدي فرح بقلبه, بدي أقول له كلمة حلوة, كلمة تعزية, كلمة شجاعة, كلمة بتقومه, كلمة هيدا عمل. صح, الطريقة يلي منحكي فيها مع الأشخاص مهم نكون عم نركز كيف عم نحكي معهم لحتى نرجع نرد لهم رغبة بالحياة. ايه الو, ايه كلمة كمان كلمة رجع, بدي يكون انسان بناء. اكيد الكلمة المنيحة بحكيها والكلمة مش منيحة بحذفها. امين امين. مرسي كتير مارك. الياس رجعت معنا, بونسوار. الو, أهلا وسهلا. سلام المسيح بقلبك. يعني الحكي وشاربل ناقص اللي حكيون البابا. البابا فرانسيس قال بدنا كنيسة بلبنان فقيرة, وأكتر من فقيرة أنا بقول إنه كل شيء تعلمناه بالمنطقة هون من مدرسة من زراعة من شغل كله علمونا إيه أبائنا, حتى جيبولنا اللوبي البدري بدري جيبه. يعني يا الياس إذا فينا ما نحكي كتير عن الأكل وإلا هلأ بيصير بدنا نوقف الحلقة. طيب ببلشناش بحكيناش عن الأكل. بقى اليوم الناس مخروب بيتها من وراء المطر, وقلنا لهم صحيح في أزمات كتير كبيرة, حطوا مراوح تنتج كهرباء بتصير العالم تقدر تعيش. وبعدين الحرايق قايمة قيمتها, كاريتاس تجيب لها باخرتين معزة مثل ما كان من 50 سنة, كل حراشنا مليانة معزة. الياس حضرتك من أي ضيعة؟ لحمة. نعم حضرتك من أي منطقة بتحكينا؟ من زوم كيل من كسروان. أهلا وسهلا فيك. إيه
كان المنطقة مش صاير حرايا قبل بخمسين سنة لأنه كان في معزي وغنم يجيبوا هلا ويفلتون والناس تاكل لحمة، الناس مشتهية اللحمة أكيد عرفتي، ومفروض يعيشوا مثل ما عيشوا الديسينا وننمي منهم. لا تجنزوا كنوز لكم بالأرض، مش هيك كنوز عندهم، مش هيك يا الياس اليوم أكثر من غيرهم، هن اللي عندهم شقة والشقة غالية لأنه هن الأراضي لهم. يعني شربل مش هيك نحن اليوم عم نحكي بحلم التجديد، واليوم نحن في عقلية لازم نكون في طريقة تفكير بدنا نكون عم نجددها. ورح نوصل معك جوال لحتى نكون عم نشوف طيب واقعيا على الأرض نحن كيف فينا نكون عم نعيش. ألو بونسوار. ألو شربل سوري الياس، انا بدي اشكر اتصالك. الو بدي اقول لك بعد أوكي. المسيح قال بيعوا كل شيء. اوكي الياس انا بدي اشكرك، بدي اتشكر اتصالك وخاصه بيشرب المسيح من دون ما يبيعوا كل شيء ما فيهم. بطرس عطي المسيح لان ما معه مصاري. يلا ان شاء الله يا الياس هيدا الحكي نكون عم نتعمق فيه بعد اكثر واكثر بحلقه ثانيه. جوال في كتير أشخاص فعلا بتقول أنه الكنيسة بتحكي شوي تيوري، وهذا الشيء أكيد يعني نحن ما فينا ننطلق على شيء واقعي بلا ما يكون في عنا فكرة، وهيدا الفكرة بدنا نشوف كيف بدنا نجسدها. رح فوت شوي ونجرب نحط إيدنا شوي على الجرح يلي هو أنه أي متى نحن ككنيسة، وقت أقول كنيسة أكيد نحن متفقين أنه الكنيسة نحن ما عم نحكي عن المسؤولين أو السلطة الكنسية، إنما فعلا إذا نحن من آمن إنه أنا تعمدت وأنا جزء أنا 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 عضو بهذا الجسد، فإذا أنا علي مسؤولية بدي أكون عم بعملها. لأن كمان وقت ضمن السؤال يمكن شوي كان مبطن، هل القرار بالتجديد هو قرار شخصي أو انطلاقا من الواقع؟ بالنهاية صحيح نحن هالقد منحب كنيستنا، نحن هالقد منحب بلدنا، احنا من هالقد منحب عائلتنا، بس في جواب دايما بسمعه دايما مننطر التجديد والتغيير والقرارات من برا. بولا مرة او ما بدي اقول بولا مرة لان عن جد في اشخاص عم تشتغل على حالة قدي اليوم مهم انا اوقف على اجرية واقول انا بمحل معين انا مسؤول، قدي اليوم الانتقاد تبعي عم يكون انتقاد واعي مش بس انطلاقا من جرح، او لان الانتقاد انطلاقا من جرح او شعور معين مزبوط واقعي، ولكن كمان في شيء انا بدي اتحمل مسؤوليته. انا كان كمان من وراء الاتصال الفكره اللي كنت عم تقوليها كتير مزبوطه، انه الكنيسه هي شقفتان، في سلطه بالكنيسه وفي نحن بالكنيسه، والأزمة اللي نحن فيها كتير كبيرة، وفي كتير اشياء يمكن انا متأثرة بهالأزمة اكتر من غير حدا، وحدا اكتر مني، يعني كل واحد على قياسه وكل واحد بنبش على الحل على قياسه. مثل ما قلت دايما بنبش على الحلول من برا، ما فينا ننكر انه في اشياء لازم تجي من برا، انا ما فيني حل أزمة الكهرباء والدولار وكل هالاشياء، بس الفكرة انه انا قلبي وين، انا وين الأساس بكل هيدا الشيء. وإذا أنا بدي ضلني نحط الحق على الأشخاص، لأن بالكنيسة في أشخاص كتير عم تشتغل وأشخاص كتير على الأرض وعم تعمل، بس مش عم تبين لأنه مش هي يمكن مش فاضين إنه مش فاضين يبينوا لأن عم يشتغلوا. وفي أشخاص يمكن في أشخاص يمكن مش عم تشتغل مثل غيره، بس إذا أنا بدي ضلني أقول إنه لازم تعمل ما أنا كمان مش عم بعمل، يعني أنا كمان عم حط اللوم على غيري. وده نكون أكتر كمان على الأرض، أنا كيف فيني بلش هذا التغيير؟ أنا ما فيني أحلم بتغيير كتير كبير إذا ما بلشت بشي صغير، يعني ولا شي بلش كبير، كل شي بدي بلش صغير. يعني أنا إذا بحلم إنه هالأشخاص اللي أنا عم بشتغل معهم، هالشاب والصبية، إنه يكبروا ويصيروا بهالأفكار الحلو، هن يكونوا عم يبنوا هذا المجتمع الحلو،
أنا ما فيني أقول بدي إياهم يصيروا هيك وأقعد كتف إيدي، أنا بدي أشتغل معهم هلأ كل يوم، أنا من التنين للجمعة بكون معهم عم نشتغل، ويعني أنا بدي بلش ببذرة صغيرة لأرجع أشوفها عم تطلع، ما فيني أقول ما فيني ضلني حط اللوم من برا. وهذا الشيء اللي كمان كنا بدي كمان أنا قد ما حبيت الديسكور تبع الباب كتير عم باخد أشياء منه، بيقلنا أنه أنتو الشبيبة، دايما منقول أنتو بكرة وأنتو المستقبل، قلنا أنتو اليوم، أنتو مش بس البازانكار، أنتو الديجا، أنتو عم تعملوا شيء هلأ، يعني شوفوا هلأ شو عم تعملوا هون وهلأ شو عم بعمل أنا. فشوي مثل ما قلت قبل، نحن بحاجة لهالتجديد بالفكر تبعنا قبل ما نبلش نحط اللوم على غيرنا، بلش بحالي أنا شو فيني أعمل، وهيدا بيصير بيعدي أنا بحس، لأنه كل ما شوف ريزولتا حلو عم بيصير هيدا الشيء رح يقدر يعدي غيري، فواحد ورا التاني بيصير وننتقل من الأفكار الكتير كبيرة لعمل كتير صغير اليوم صح فيه يكون عم بعمله. رح نتوقف مع التاني بريك وبنرجع بعد الفاصل لحتى نكمل حلقتنا. منكمل ضمن برنامج مشروع حلم، وعنوان حلقة اليوم حلم بالتجديد. تلاقينا كتير اتصالات قبل البريك، رح نكون عم ناخد بعد اتصال واحد لأن بعد في نقط بدنا نكون عم نتطرق لها قبل ما نختتم حلقتنا اليوم، وأكيد التواصل فيكون مكمل إذا حدا بيحب يكون عم يتواصل معي على الانستغرام الخاص فيي سير ميريام. أكيد مستعد أكون عم بسمع لكل أفكاركم. إليان بونسوار. بونسوار، أهلا وسهلا، يعطيكم العافية. أول الله يعافيك، إليك كمان. أنا بحب سلم عليك شخصيا وسلم على أختي اللي معك بونسوار. إلا أنه نحن كتير فخورين فيها. وتاني شيء بحب أقول شغلة كمان كتير مهمة عن فكرة التغيير يلي كنا عم نحكي عنها، عم تحكوا حضرتكم عنها. أنا شخصياً بحس كمان أنه التغيير بيخلق من كل حدا فينا. كتير هين أنه نقعد نقول أنه في كتير إشياء مش ضابطة وكتير إشياء مش عم نكون عم نقدر نعملها مثل ما لازم، بس أنا بحس أنه إذا كل واحد ببلش التغيير من نفسه من حاله بالإشياء الصغيرة قبل الكبيرة، بحس أنه هيدا الشيء بيوصلنا لمطارح كتير أكبر، أنه نوصل لمجتمع أحسن، ببيتنا مع أولادنا أول شيء وبغير قصص كمان. فبحس إنه هيدا الشيء ببلش من حالنا وبينتقل لغيرنا. يعني إليان أنا بدي أشكر اتصالك. أنا كمان، ويعطيك ألف عافية لليوم، أكيد كان نهارك طويل. ميرسي كتير لاتصالك. إليان كانت عم تحكي عن نقطة كمان حكي عنا البابا فرانسيس بالرسالة اللي حكيها، عن جد بليز بليز فوتوا قروها. يعني أنا يعني يلي بيعرفني شخصيا بيعرف قدي بشتغل، انه في كتير اشياء لازم تكون عم تتجدد، في رداء عتيق لازم نكون عم نخلع ونلبس ثوب جديد ونكمل. بس اكتشفت خلال مسيرتي وخلال الاختبارات يلي عشتها بحياتي انه انا ما في غير شيء بجهله، فقبل ما اطمح لانه اكون عم جدد شيء بدي اتعرف عليه. فبليز فوتوا على ويب سايت الفاتيكان www.vatican.va، أو فوتوا حتى على الويب سايت تبع اللقاء يلي نعاش بأسيزي francescoeconomy.org. بليز فوتوا وقروا الرسالة يلي كتبها البابا، وضمن رسالته جوال بيعترف البابا أنه الأشخاص الجنريشن يلي هي أكبر منا تسببت بأضرار اليوم صح. نحن مجبورين خلص أنه هذا الواقع، نحن بدنا نتحمل أضرار يلي تسببوها الأشخاص يلي أكبر منا. يعني حتى الأزمات يلي عم نعيشها، الحرب يلي صارت بلبنان، هن أضرار صارت وبيعترف فيها. يعني أول شغلة في جرأة أنه شخص يقول أنا غلطت وأنا من الأشخاص يلي من هيدا الفئة العمرية يلي غلطت ونحن منعتذر، بس نحن عنا ثقة فيكم اليوم أنه خاصة أنتو الشبيبة قادرين تكونوا عم تصلحوا الأضرار. وهيدا الشيء بيطلبوا من البابا فرانسيس. طيب نحن اليوم كيف فينا نكون عم نصلح هود الأضرار؟ في كتير كتير أفكار وكتير حلول، بس حسب وين. يعني هو حكي عن كتير أشياء، حكي عن الأضرار التلوث الطبيعي، كتير حكي عنه، كتير حكي عن الطبيعة،
يمكن حتى أضرار بأزمات حروب بتربية معينة. برجع أنا بقول أنه فينا ما نغض النظر عن شيء نحن منعتبره أنه ما وقفت علي، يعني أنه زبالة على الطريق ما مش وقفة علي، أنه هلأ أنا مسبب التلوث، أو أنه ما عليه إذا الأهل ما ربوا أولادهم مزبوط، أنه ما عليه، ما بكرة بيكبروا بيربوا وحدهم، هن بيتعلموا من أغلاطهم. كل هيدا أنه غض النظر عن الأشياء، هيدا بيسبب يلي تسببوا فيه، سببوه إذا بدك الجدودنا. فنحن بترجع لنفس النقطة، أنه أنا مطرح ما أنا بالأنتوراج تبعي، وين أنا مثل ما كنت عم تقولي أتعرف على الشيء اللي أنا منه عجبني وبلاقيه أنه هو مضر بهيدا المجتمع، وأنا ساهم بهيدا الشيء. يمكن أنا مع الأشخاص، مع التلاميذ اللي عم بشتغل معهم، إذا بشوف شيء هن بحاجة له أنا أقدر أسمعهم، أنا أقدر رفقهم، أنا أقدر تبعهم. إذا أنا أنا حدا يمكن بشتغل بكل شيء خاصه بالبيئة، أنا بقدر أعمل كتير أشياء وتوعية، وحتى أكون أنا المثال بهيدا المطرح. مطرح ما أنا ما ضروري روح نبش على أنا ما خصني بالبيئة ولا بعرف شي عنها، يمكن بس بشجع مطرح ما فيه هل إذا بدك الإيساسيف أو الأشخاص اللي عم تشتغل فيها. وفي كتير حتى شبيب اليوم عم يكتشفوا أنه من وراء موضوع البيئة فيهم يكونوا عم بيعيشوا، خاصة وراء الريسايكلينج والأبسايكلينج وكل هود الأمور. وإن شاء الله يكون في حلقة نكون عم نحكي عن هذا الموضوع. جوال، ضمن الفيلج اللي أنت فتي وعشت هالاختبار فيها Work and Care، خبرينا أكتر الأفاق يلي انفتحت لك، وأنت اليوم شو الحلم بالتجديد يلي عم ترغب فيه من وراء هيدا الفيلج يلي عشت فيها؟ أنا رحت ماني حاطة كتير إذا بدك انتظارات، يعني راح أكتشف الأشياء شو عم بيصير. واللي أخدته من هونيك أول شيء هي النظرة الجديدة، أو أنه هالقد الأفاق الكبيرة، أو هالقد الأشخاص اللي أنا عم شوفها من مختلف ثقافات، ديانات، طرق مودوفي، كلها عندها نفس هالبرسبكتيف أو هالنظرة يعني بالمجتمع. يمكن قدرت أخلق كمان كونكشنز مع أشخاص، صار عندي أشخاص بقدر أنا أحكيهم هلأ وشوف أنه شو رأيك بهيدا الشيء، شو منعمل، أنتو شو عاملين هونيك، صرنا منتبادل الخبرات والأشياء اللي عم تنعمل. وأنا كتير يعني إذا بدك شخصيا سألتيني عن أنا شو بحب أعمل، أنا شخصياً كتير بحب الشغل مع الشبيبة، إذا بدك الكل اللي أنا عم بشتغل معهم بالمدرسة أو اللي عم بشتغل معهم كمان برات الشغل. فأنا حلمي أو إذا بدك اللي بحب جدده أنه يصير في أكتر إسباس مفتوح لهالشبيبة، أنه يقدروا هن يحققوا حالهم ويحققوا ذاتهم بالطريقة الصحية أكتر، بالطريقة يقدروا يكون عندهم هالإسباس الصحي والعلمي المناسب لقلهم أنه يقدروا هن يوصلوا للي هن بالدنيا. وهيدا الشيء بيتطلب أنه أول شيء أنا هيدا المنتاليتي أو الفكر اللي أنا عندي يقدر أنقلهم، يعني كان بشغلي أو كان بالعلاقات معهم. يعني فأكيد الخبرة اللي عشتها بأستيزي مع هول الأشخاص أكتر شيء هيك أخدته، أنه خليني أتأكد أنه أنا الشيء اللي عم بحلم أنه أعمله وهالأمباكت اللي أعمله منه حلم بعيد، ومنه شيء أنه أنت مجنونة، أنه شو بد، أنه مش مجنونة يعني أنه شو بدك، يعني هذا العمر ثقيل، وإذا انه بدك تشتغلي معهم بالمدرسه ترجع تشتغلي معهم برا، يعني شو بدك بهالشغله. مع انه صراحه اهضم عمر، لانه عن جد يلي بيفكروا فيه ويلي بقلبهم بيقولوا هالقد صادقين، عن جد هالقد صادقين. على يمكن طريقتهم شوي بدها شغل، بس صادقين في وعندهم طيبه، في اكتشاف. يعني بس تكتشفي الشخص بتعرفي كيف تساعديه. فهيدا الخبرة اللي عشتها هونيك خلتني أقول لحالي أنه أنا اللي عم فكر فيه منه شيء
بعيد مستحيل أو شيء سخيف. شيء عن جد له أهمية، لأنه أكيد بالمدرسة هن عم بيعيشوا هيدا الشيء، ومع اللي أنا قادرة أعمله معهم كمان رح يكون كمان تقل زيادة عليهم. وهيدا الدعوة يلي عم تعيشيها يمكن ما تكون عم بتغير واقع الشبيبة بكل لبنان، إنما هيدا خطوة صغيرة. وهذا يلي حكينا فيه كمان ببداية الحلقة، إنه الأحلام لفعلا خاصة الحلم بالتجديد لحتى يصير واقع بده يكون انطلاقا من خطوات صغيرة عم نعملها. وأنا بشهد للخطوات الصغيرة يلي عم تعمليها، لأن يمكن اليوم أنت عم تشتغلي مع 60 أو 70 أو 80 شاب وصبية، بس هاو مش هينين. يعني خلي شخص عن جد يعرف يحكي مع هالقد عدد من الشبيبة ما انه شي سهل، هيدا كمان بطولة. وبدي اقول لك يعطيك الف عافية عليها. جوال، هلا رح نكون عم نوصل على ختام حلقتنا. رح نكون عم نتشارك بكلمة الرب يلي اليوم رح نقريها من رسالة ماربولوس الثاني لأهل كورنثوس. فإذا معكم إنجيلكم بين إيديكم، وإذا معكم يعلق بين إيديكم، اكتبوا المرجع على ورقة وارجعوا تأملوا بهذا النص قبل ما تروحوا تناموا. رسالة ماربولوس الثاني لأهل كورنثوس بالفصل 4 من الآية 16 للآية 18. ولذلك فنحن لا تفتروا همتنا، فإذا كان الإنسان الظاهر فينا يخرب، فالإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. وإن الشدة الخفيفة العابرة تعد لنا قدرا فائقا أبديا من المجد، فإننا لا نهدف إلى ما يرى بل إلى ما لا يرى، فالذي يرى إنما هو إلى حين، وأما ما لا يرى فهو للأبد. كتير حلو وقت نتعمق بكلمة الرب نكتشف قد ايه فعلا الرب أمين على وعوده وأمين بكلمته يلي بيقولها لقلنا. اليوم الرابع بيقلنا عن لسان ماربولوس إنه صحيح في كتير أشياء بتتغير بالعالم، ولكن الله ما بيتغير، الله ثابت. ولأنه الله ثابت، ولأنه محبة الله سبقتنا وسبقت جوابنا أو استقبلنا لهيدا المحبة، اليوم الرابع بيدعينا لحتى نكون عم نتجدد. يمكن من برا شكلنا يكون احترى، يمكن شكلنا يكون تعبان، يمكن الظواهر تكون عم بتغش، ولكن كلمة الرب اليوم عم بتأكد لنا عن جديد إنه التغيير هو أو التجديد هو شيء ما بينشاف، ما بينلمس هيك. لأنه التجديد منه شيء إنه أنا غيرت تيابي أو أنا غيرت قصة شعراتي أو اللوك أو عوينات أو إلى آخره، ولكن التجديد هو عمل بداخلي أنا بدي أكون عم بشتغله، هو قبول للواقع يلي أنا عايشة فيه، هو قبول لحالتي اليوم وهلأ، وأقدر أكون عم بتحمل مسؤولية واقعي وما أرفضه. يمكن بمحل معين يكون عندي انزعاج، ولكن حتى هالانزعاج فيكون انزعاج مقدس، وهذا الانزعاج فيكون حافز لإلي لحتى أكون عم بشتغل إنه عم بتجدد. والرب اليوم بكلمته عم يدعينا إنه نرجع نعمل إعادة قراءة، وهيدا اليوم أنا بزيدها، نرجع نعمل إعادة قراءة كل يوم. أنا اليوم شو في شي جديد صار معي؟ شو هو الشي يلي تغير فيه؟ يمكن نظرتي للأمور، يمكن طولت بالي 3 ثواني قبل ما عصب، يمكن قدرت أسمع الآخر أكتر، وهودي أمور بتساعدني أنضج من جوا ما حدا رح يشوفها، وصدقوني ما ضروري حدا يكون عم بيشوفها. إذا شافوها أحسن لقلنا، بالعكس بيكونوا معنويات، ولكن إذا ما حدا شافنا مهم أنه أنا أكون عم شوف هالتجديد يلي عم بيصير جواتي، مهم آمن أنه أكون أنه أعرف وأفهم أنه الله شايف هالشي الصغير يلي تغير. والله عكس العالم، إذا أنا تغير فيه شي هالقد أو اشتغلت أنه جدد بحالي شي هالقد، الرب رح يكون عم بيعمل احتفال الأول ما إلو آخر، لأن هالقد رغبة الله للحياة بالحياة لألي هي رغبة كتير عميقة، وبالنهاية هيدي رغبته الوحيدة لألنا أنه نعيش.
جوال هيدا الآية سمعتيها، شو وقع عليك؟ أكتر شيء أنه مثل ما قلت الله ما بيتغير، بس أنا بختبر الله بحياتي، يعني خبرتي مع الله هي الفرق بيني وبين غيري، خبرتي كتير شخصية معه وهي اللي رح تخليني أتجدد، وبس أتجدد رح أتحرر من كتير إشياء، وهالحرية رح تخليني أعيش بمبسوطة لأن رح لاقي حالي وبسلام. صح، هيدا الحرية ما بتلغي الأمور الصعبة يلي عم بتصير حوالينا، ولكن بيصير في عنا نظرة إيمان. وضمن رياضة روحية كنت عم عيشها هالسنة وبحب كون عم شارك بهالفكرة، شاركت معنا المريدة وقالت لنا أنه الإيمان هو مثل المساحات بالسيارة، ما بيمنع الشتاء أنه ينزل، ولكن بتشيل هالغشاوة من قدامنا لحتى يساعدنا نكون عم نتقدم المترين ثلاثة يلي قدامنا، مش الاثنين كيلومتر يلي بدنا نكون عم نقطعهم. هي بنهاية إيماننا هو بقلب الأزمات اللي عم نعيشها، يعني إذا نحن عم نفصل بين حياتنا وإيماننا صارت بس نرجعنا للأفكار، بطلنا عم نعيشها واقعيا 100%. جوال، من كل قلبي بدي أكون عم بشكريك. مرسي إلك، يعني غنيتي هيدا الحلقة وغنيتي كل الاتصالات يلي كنا عم نتلقاهن، وساعدتينا لحتى نشوف انه كنيستنا عم تحلم بالتجديد وكنيستنا عم تشتغل لحتى نكون عم نعيش تجديد بحياتنا. فهون بدي اكون عم بدعي كل المشاهدين وكل المستمعين، امنوا بمشروعنا يلي هو مشروع الكنيسة يلي هو مشروع تجديد، تعرفوا على كنيستنا اكتر، نشوف الامور الصالحة والجيدة والرائعة يلي عم تصير جوا، ومع بعض رح نكون عم نحلم بالتجديد ورح نكون فعلا عم نشتغل لحتى نحمل الأضرار ونزبط الأضرار يلي عم بتصير مش بالكنيسة فقط إنما بكل العالم وقبل الكنيسة والعالم يلي موجودة بقلب كل شخص منا. بدي أشكر متابعتكم، بدي أشكر كل اتصالاتكم وكل مشاركاتكم على الإنستا الخاص فيي. بنلتقى أسبوع الجاي إذا الله راد بحلقة جديدة مع ضيف جديد. يعطيكم ألف عافية على النهار الطويل يلي عشتوه، روحوا ارتاحوا ناموا، وبكرة بس توعوا بلشوا احلموا.